بكل ما هو قادم من هذه الحكومات إن لم تكن فعلا هو منقذة حقيقية بمحاسبة ومحاربة الفساد ومحاسبة الفسادين واسترداد موارد الدولة. دكتور أنت ما ما جاوبت على سؤالي، هل ستنقلب الطاولة؟ ستنقلب إذا استمرت الحكومة. إذا استمرت الحكومة في عنادها. وللأسف الشديد أقولها بكل، أنا كنت أمس في الطفيلة في الوقت اللي كان فيه الحديث في اجتماعهم، إحنا كنا في مكان آخر محتفلين، وكانت عندنا تكريم للطلاب الثانوية العامة، وكان الوجع في الحديث، كانت الناس تتفلت للذهاب إلى بالتعبير عن رأيهم. وفي معاني اليوم كذلك كان الأمر واضح، وفي المفرق بكرة إذا ما صار، وفي إربد أيضا وفي إربد وفي مادب وفي كل مكان. إذن هذا تعبير واستفتاء شعبي على أنه ما يجري من إجراءات من الحكومة غير موثوقة، وهذا القانون غير موثوق، وإن كانوا حاولوا يجملوا فيه وزينوا فيه. التهرب الضريبي، ليش أنت ما تعالج التهرب الضريبي اللي هو بالمليارات بالمليارات؟ ليش أنت إذا حكومة غير قادر على تحصيل مكافحة التهرب الضريبي ولا تحصيل أموال من أصحاب القوى ذات القوى، وليس كذلك موارد الدولة اللي تفضل فيها وتتحدث فيها ذهبت تباء منثورة، ما حد قادر يحكي. النواب الشرفاء بكوا في على ضياع الفوسفات وما حد، وبعد صار ذكريات، هذا بعد شوية بس يكتبوا تاريخ على الأردن بهذا الوضع، ما سمعنا حدا بيسووا زوبعة مثلا حول واحد شخص معين جبناه حطيناه وديناه تربول دولي، وبعد بس تهدي الأمور، وأنه ما في حدا داخل في القطبة، ما في أموال رجعت. حتى اللي قرر يصارح الحكومة على 500 مليون، قال أعطيكم بس فكوا عني، قالوا لا يا عمي وين رايح، هو أي قضية تقصد؟ قالوا له خذها. اي قضيه ال 500 مليون؟ قضيه الفوسفات. فوسفات اعلنوا على الاعلام وحقوق الرسمي، والحكومه غنت فيها، والتلفزيون الاردني والاخبار الرسميه قالوا هاي 500 مليون بس حل. بعدين الامور غابت واختفت وما بين. احنا الوضع عندنا مرتبط في بعضه البعض، ما نستطيع ان نتحدث عن قانون ضريبي منه عزل وتخرجه من سياق الوضع الاقتصادي الكامل المرتبط بالوضع السياسي. ليش مجلس النواب احنا مش الان مطمئنين انه رايح، للاسف رايح يمر منه القانون، لانه ايضا في قانون انتخابي ضعيف أخرج إليك نواب مضغوط عليهم، النائب ومجلس النواب مش قاعد يمارس على ضغوط. نعم. قاعد يمارس على. يعني أنت غير واثق في النواب. مش واثق، يعني غير واثق من أداء النواب بسبب الطريقة التي تم إفرازهم فيها وإخراجهم بقانون ضعيف. نعم. وكذلك خلوا النواب طنار ملك دور الخدمات، أقول فلان وأجيب فلان وأود فلان وعلى فلان، وتركوا الدور التشريعي وتركوا دور مراقبة الحكومة. طب يعني أصبحوا هم جزء يعني من الحكومة. هناك فرصة يعني إنه مجمل هالملاحظات هذه اللي أنتوا ذكرتوها كنقابة معلمين والنقابات الأخرى يعني. نعم. ممكن أنها يعني تأخذ بعين الاعتبار تحت القبة صراحة يجب أن مجلس النواب. لا أنا لا غير مطمئن كثيرا للإجراءات التي تمشي تسير عليها. غير واثق. غير واثق كمان. نعم. يجب أن يكون هناك من صاحب القرار نية حقيقية والتوجه إلى الوطنيين الأردنيين الأحرار، وأن يكون هناك فعلا مواجهة حقيقية للنهوض بالبلد. القادم أسوأ حتى لو نفذ هذا القانون. نعم. تعرف إذا نفذ هذا القانون، هذا زي اللي بدال ما يعالج المرض من جوا بيعالج أعراض المرض. هذا بعد سنة إلى سنتين سيكون هناك انهيار للاقتصاد الأردني وهروب لرأس المال، ونصبح أمام مشكلة أكبر مما هو عليه الآن. نعم. إذا استمر هذا الأمر نتيجة رفع ضريبة المبيعات وكذلك الضرائب. قبل 6 سنوات لما كانوا الحركيين يضربوا الشارع ويرفعوا ويهددوا ويقولوا يا عمي والله البلد كويسة والبلد زينة وانتوا شو مالكم وتخربوها، قال يا عمي البلد كويسة عشان تظل كويسة القادم سيء. نعم. دائما هو الخوف من المجهول ومن المستقبل. بس انا في نقطه واحده هي يعني دائما ابدا هذه الحكومه ما ادري كيف تشتغل. انت بدك تسوي قانون ضريبي. نعم. وما تدرس خط الفقر كحكومه، علما بانه في دراسات بتصرح وزيره بتقول 365 دينار كانه هذا وزيرة الشعب الإعلام. وزيره الاعلام. نعم. كانه هذا الشعب مغفل. مو احنا شفنا الدراسات مركز الدراسات الاستراتيجيه ومركز الجامعه العامه قالوا من 800 مره 5 الى 835 دينار خط الفقر. نعم. واعلنوا عنه. انت كحكومه من 2008 ما عملتي دراسه على خط الفقر وتعملي قانون ضريبه، اذا وين الدراسات وشو تسووا انتم؟ وين المخططين؟ وين الاستراتيجيين؟ وين الخبراء؟ وين المستشارين؟ يعني ولا عمليه يعني هذه من عيوب القانون. هذه ليست من عيوب القانون، هذا عمليه تحايل. نعم. هم حتى لو عملوا دراسه مش رايحين يظهروا الارقام الحقيقيه زي ما كانوا في الحكومه السابقه. لكن استهداف واضح لشرائح بعينها يعني دكتور. بالضبط، هو عمليه الان هدم الطبقه الوسطى اذا بقي طبقة وسطى فعلا حقيقية، حرقها وإنزالها إلى طبقة أخرى حتى يعني يتم مصادرة إرادة الشعب السياسية. نعم. حتى تركيع تجويع من أجل التركيع،
حتى يوافق صاحب القرار ويقول لك اخر شيء لما صفقات قرن ولا غيرها ولا بيع ولا طبعا. ولا صفقه لا صفقات في اكثر من صفقه نعم. وطن كذا سواء كان على الاردن ولا على فلسطين على الشعبين اخر شيء يقول لك يا عمي مشان الله اخر شيء مشان يقولوا هم مشان الله يا عمي وقعوا يعني مشوا عليها خلينا ناكل خبز خلينا نشرب مي.